تعالى من الطائف زميلنا المميز محمد مطوع يقول لنا كواليس ما بعد هذه المواجهه. مطوع مشرف ومنور كالعاده. مشرف ومنور ومساء الخير عليك وعلى كل المتابعين. حبيبي قول لي ما حدث ما بعد هذه المواجهه، واحنا كان عندنا امال كبيره ان الزمالك النهارده يعمل نتيجه محترمه قدام الشباب بعد الاداء الرائع اللي عمله الزمالك قدام اتحاد المنستير. والله كريم، يعني هو الزمالك برضه في النهارده يعني عمل مباراه كويسه، ولكن يعني انت اكيد تابعت، يعني ما فيش يعني كان يقدر يعمل حاجه اكتر من كده. حاله يعني عناد مع في الكره غريبه كده، كره في العارضه، كور بتضيع، انفرادات، بعض الاخطاء طبعا الفرديه. لا بس معلش معلش هختلف معاك من الاول. لا النهارده الزمالك كان يقدر يعمل، يعني الشوط الاول الزمالك ما ظهرش بشكل هجومي جيد لحد ما الهدف جه. الشوط الثاني كان فيه هجمات خطيره صحيح بس قليله جدا ما فيهاش رد فعل. في المقابل انت الشباب برضو ما قدمش مباراه كبيره، ما يعني ما ضغطكش فما كنتش قادر تعمل معاه حاجه. لا انت كنت ممكن تعمل النهارده حاجات كتيره. فلا الزمالك بصراحه مطوع الزمالك النهارده ما عملش مباراه كبيره زي بالمقارنه بمباراه اتحاد المنستيري، خاصه ان الشباب ما قدمش مباراه كبيره النهارده. اتفضل. تمام، يعني حتى هو المدرب يعني اتكلم في الشوط الثاني قال لك ان احنا عملنا فرص وعملنا قوه كتيره. حتى لما سالته قلت له طب انت 45 دقيقه بتلعب بدون راس حربه وكان المفروض يعني تنزل حتى المهاجم او كده، فهو قال لي هو الصراحة كان جاي، الاقتراح ده بالفعل جاني من جانب الجهاز الفني، ولكن انا شفت ان انا لو نزلت مهاجم ده هيقضي على ان انا كوره، ان الناس اللي بتمسك لي كوره وبتقدر تنقل لي الهجمات لقدام، فانا كنت في خيره من امري وانا اتحمل المسؤوليه في هذا الخطا. ولكن يعني اتكلم هو عن ماتش النصر وقال ان ماتش النصر ماتش مهم وفريق كبير وهنسعى ان احنا نعمل مباراه كويسه فيه، بس اتمنى ان يكون التحكيم يعني افضل من التحكيم اللي شفناه النهارده. يعني طبعا انت عارف ان الزمالك قدم احتجاج رسمي للجنة الحكام بالاتحاد العربي ضد الحكم الليبي عبد الواحد، بسبب يعني شاف سين ان هو قراراته كانت مؤثره في تغيير نتيجه المباراه، وكان السبب في عصبيه وانفعال لاعبي الزمالك على مدار المباراه. ويمكن في كان في ردود فعل غاضبه فعلا بعد المباراه من جانب لاعيبه الزمالك ومن جانب مسؤولي نادي الزمالك سواء كابتن جمال عبد الحميد او كابتن قائد لطيف اللي وقفنا واتكلمنا معاهم. خليني اكد لك نقطتين سريعه جدا يا كريم عشان الموضوع، النقطتين دول بيترددوا كتير في يعني في الفتره الاخيره في مصر، حتى جالنا اتصالات من جانب زملائنا يسالونا فيهم. زيزو لن يغيب عن مباراه النصر، زيزو خد اول انذار وليس ثاني انذار زي ما البعض يردد، فزيزو موجود في مباراه النصر بشكل طبيعي. مفيش حاجه اسمها زيزو، النقطه الثانيه مفيش حاجه اسمها زيزو اتحول للجنه الانضباط بالاتحاد العربي عشان خبط لاعب في كوب الكوره، وكل الكلام ده غير صحيح على الاطلاق. انا لسه قافل حتى مع يعني انا معايا المعلومه اكيده بس حبيت برضك اكد بحكم شغلنا من مسؤولي نادي الزمالك، فقفل لسه قافل التليفون مع احد مسؤولي نادي الزمالك الموجودين من مجلس الاداره ومن الجهاز الفني، قالوا لي ما فيش اي حاجه من الامور دي خالص، زيزو موجود بشكل طبيعي ولا في اي مشكله على وجوده في مباراه النصر. يعني انا كنت بسمعك وانت بتتكلم يا كريم، وكنت انا على يعني منتظر اللي بتقول معاك وانت بتتكلم ان مباراه النصر مش ما هي سهله وما هي صعبه والنصر اتغلب. اكيد انا لسه انا موجود في الملعب، كنت بتفرج على مباراه النصر واتحاد المنستيري التونسي. يعني طبعا النصر بيمتلك اسماء، تمتلك كريستيانو رونالدو، تاليسكا، بروزوفيتش، بوفانا، اسماء ثقيله جدا جدا، واحتمال كبير ساديو ماني يكون في قائمه مباراه يوم الخميس. ولكن على نفس الامر برضو رغم القوه الهجوميه الجباره دي، الامور الدفاعيه عندهم برضو كريم ليست على افضل حال، فانت عندك سرعات، عندك بيزو، عندك شيكابالا، عندك فتو، عندك اسماء تقدر تصنع الفارق. فهي المباراه دلوقتي خلاص بين الزمالك والنصر، هي البطاقه بقت بين الاثنين دول خلاص. الشباب السعودي عنده 4 نقاط، التعادل يكفيه للصعود بشكل رسمي. الزمالك عنده 3 والنصر السعودي 4، اللي هيكسب هياخد البطاقه الثانيه ويطير بيها. ده عنده 4 اهداف وده 4 اهداف، ده عليه هدف وده عليه هدف، يعني مستويين في كل شيء باستثناء في نقطه زياده لصالح النصر. فهي مباراه الزمالك لا تقبل القسم على 2، الفوز يضمن للزمالك التاهل لملاقات اما الوحده الاماراتي او الرجاء المغربي. بس خد بالك ان التعادل، لو الزمالك تعادل مع النصر والشباب اتغلب من اتحاد المنستير، الزمالك يصعد مع النصر، الاثنين يصعدوا مع بعض، عشان الزمالك ساعتها هيبقى عنده 4 نقط والشباب هيقف برده عند 4 نقط، بس فارق الاهداف اللي الزمالك عملها في مباراته امام اتحاد المنستير، لو هو فارق الاهداف ما اعرفش تتاكد لي برده، لو فارق الاهداف فالزمالك يصعد، لو مواجهات مباشره فالشباب هو اللي يصعد. والله انا اعتقد انا كنت قريت اللائحه بس مش برضك عشان اكون صادق معاك مش متذكرها بشكل كامل، بس اللي انا قريته ان بتبقى المواجهات المباشره بعديها فرق الاهداف.
لا فلو هي المواجهات المباشره فهيبقى الامر بالنسبه الشباب لصالح طبعا. الشباب السعودي عموما لكن كل الاحوال دي الحسابات اللي احنا ما بنحبش نخشها، احنا عايزين الزمالك يكسب النصر وخلاص، والامور بعد كده تبقى محسومه وما نقعدش نفكر ان يعني. شاء الله يعني اللي اقدر اكده لك ان الامور في فندق الزمالك اكثر هدوءا يعني سوري، وبعد المباراه تمام يعني اتكلم مع اللعيبه ان لا خلاص المباراه انتهت، احنا عملنا من وجهه نظره احنا عملنا اللي نقدر نعمله الكره عندنا في اوقات كثيره، ولكن خلاص الموضوع انتهى، هنبدا من النهارده التجهيز بشكل كامل لمباراه النصر المقبله. طبعا انت عارف ان الزمالك والنصر يعني يقومان في فندق واحد، وكان يعني حصلت يعني بعض المناوشات في الفتره الاخيره بينهم في الفندق على الجيم والامور من دي، ولكن كل الامور دي اتحلت في الساعات الماضيه يعني. طيب عايز اسالك على حاجه كمان يا مطوع، هل الاحتجاج اللي طبعا. الزمالك قدمه النهارده على طاقم التحكيم هو الاحتجاج الاول في البطوله، ولا كان في احتجاجات قبل كده ضد اطقم تحكيم لا مفرق؟ لا كان يعني اول احتجاج كان ظهر كان في اول مباراه خالص من جانب مسؤولي نادي الوداد ضد حكمنا المصري الكابتن محمود البنا بسبب طرده ليحيى جبران لاعب الفريق في اول مباراه، ما سمعناش عن اي احتجاجات ثانيه، فده الاحتجاج الثاني في البطوله من جانب نادي الزمالك. طيب موقف اوباما ايه؟ يعني كان في كلام انه اوباما المفروض يشارك النهارده، كان في ناس عايزه اوباما يشارك النهارده، اوباما جاهز للمباريات ولا لسه مش جاهز؟ اوباما انا كنت واقف معاه قبل المباراه لان هو كان قاعد ورانا في المناره في المقصوره اللي ورا الصحفيين والاعلاميين، اتكلمت معاه وقلت له انت ليه مش موجود يعني في مباراه النهارده؟ قال لي انا حصل لي زي اشتكيت من العضله الاماميه شويه، وده اللي خلى الراجل يريحني ويبعدني عن اللقاء. نفس الامر بالنسبه لحمدي علاء اللي هو برضه في الوفد الجديد، هو اشتكى برضه من امبارح، هو حتى ما شاركش في المران الرئيسي، واشتكى برضه من العضله الخلفيه بالنسبه له. الوحيد من الصفقات الجديده او الصفقات العائده اللي كان موجود هو الباك الشمال احمد زكي، هو الوحيد اللي كان موجود مع الفريق. طيب الزمالك المباراه القادمه امام النصر فيها اي غيابات ولا الامور كلها الامور سليمه؟ لا 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 حتى الان الامور تمام، يعني هو هيتم الاطمئنان على اوباما عشان يقدر يخش. ابراهيم انضاي يعني كان جاهز بنسبه 80 ل 90%، ولكن دكتور محمد اسامه يعني فضل بعدم وجوده، لان هو يعني حتى انا سالت دكتور اسامه في المران الرئيسي قال انا مش عايز اغامر فيه، لان الخبطه اللي كانت اتعرض لها كانت جامده في الراس وتحت العين، فعشان كده هو ما طلعوه من القايمه بشكل كامل النهارده. طيب الجمهور هنا يقول لك احنا اتغلبنا من الزمالك من الشباب عفوا، فطبيعي نخسر من النصر، ده تفكير الجمهور المتشائم. اللاعبين بقى والجهاز الفني بيفكروا ازاي في مباراه النصر من الناحيه المعنويه؟ هو ده الناحيه المعنويه اللي انا باكد لك عليه، ان زي ما قلت لك في هدوء في المعسكر، في حاله تركيز من بعد نهايه المباراه، ان ماتش النصر ده من قبل ما يعرفوا نتيجه النصر كمان او يتفرجوا عليها، ان هيخشوا مباراه النصر ان شاء الله هيلعبوا على المكسب. خلينا اكد لك برضو كريم، يعني انت عارف برضو كل اسم كريستيانو رونالدو ليه رهبه وليه يعني انت فاهم طبعا. القصه اللي اقصدها طبعا، بس وجود كريستيانو رونالدو في الفندق مع لعيبه الزمالك وجوده وبيتصور مع اعضاء مجلس الاداره ومع اللاعيبه ومدربينه وكلام ايوه، فبقينا نتعامل مع كريستيانو ان هو لاعب عادي يعني؟ فاهم انت؟ لا يا جدع لا يا جدع بقى هيفضل كريستيانو رونالدو برضه حتى لو اتصورنا معاه يعني مش فاهم لا يعني طبعا هيفضل كريستيانو رونالدو اسم كبير النهارده، انت بتشوف الملعب يا كريم مش يعني مش مع كل لمسه يعني مستنيين الكره توصل له اصلا صحيح. حاجه بسم الله ما شاء الله يعني حاجه وهم طبعا. لا اقصد ان هي رهبه اللعب قدام كريستيانو، فاهم اقصدها ايه؟ صح. ان الاسم كريستيانو اسم كبير اللي كسر الدنيا، افضل لاعب في العالم 5 مرات، الكلام ده كله وجوده كسر الرهبه دي شويه، ان ما فيش الخوف الكبير المنتظر من مقابلته، لكن طبعا هيظل كريستيانو اسم كبير جدا جدا. يعني انا عايز اقول لك بعد المباراه لاعبي الاتحاد المنستيري بالكامل محظوظين 4 كريم، ورايحين بالكامل رايحين عايزين ياخدوا التيشيرت منه، يعني سايبين كل الفريق ورايحين عايزين ياخدوا التيشيرت منه، واكتر من لاعب واقف يكلمه، يعني حتى ما فيش مثلا يعني مطوع هو وكريم واقفين، فمطوع هيسيب كريم عشان هو الكبير مثلا او كابتن الفريق، لا كله واقف عايز ياخد التيشيرت اللي يلحق بقى اللي يلحق اصل هي فرصه ما بتتكررش، فاللي يلحق يعني بالظبط فعلا. بس خليني اكد لك ان في تنظيم هنا اكتر من رائع، والامور هنا ماشيه يعني بنسق يعني اكتر من رائع بصراحه كريم والله. كله عظيم، انا بشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد مطوع من الطائف مقر تواجد فريق الزمالك للمشاركه في البطوله العربيه، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وكل هذه المعلومات المهمه.